هتغرق زي اسكندريه بالظبط، لان ما فيش اي امكانيات في القاهره. هو الحل اللي هي البلعات دي اللي بيعملوها، بس البلعات مستواها بتبقى اعلى من مستوى الشارع، فبرضه نفس النظام، وبتتملي لا مؤاخذه بالربش وبالزباله، فبرضه بتتسد. فهو فكره او طباع الناس نفسها هي اللي غلط. ماشي، هو عامه اي مكان ممكن ان هو يغرق من السيول ديت، بس دلوقتي الازمه ان يعني الحكومه هي اللي تعالج. يعني في اسكندريه نزل الجيش، مش لازم الجيش هو اللي ينزل. فين الحكومه؟ لا، نفس المشكله. القاهره كلها اصلا، مصر كلها فيها اهمال اصلا، في جميره. الحل الناس ترعى ضميرها. والمفروض يكون في عربيات بتشفط المايه دي من على الارض وتوديها في مكان تاني، ترميها في مكان تاني. الحل الامثل لازم يكون في مجرى تنزل فيها المايه دي. المايه دي لو بركت هتبص تلاقيها بتتكون، فبتلاقي ما انت ما عملش حاجه كده. لكن صاحب المايه المفروض يكون لازم تسحب المايه دي من على الارض. كل واحد يعني مثلا محافظ، يعني مش هينزل، يعني المحافظ هينزل يلف بنفسه على كل واحد مسؤول، يعني رئيس الحي مسؤول، وكل واحد مسؤول. لو كل واحد شاف شغله ما فيش اي مشكله هتحصل. نفس اللي حصل في اسكندريه، ما فيش شك. يعني فين هنا البلعات؟ فين اي حاجه نزل. والجيش في الاخر هو اللي يجي ينقص. الحل من عند ربنا. الحل لازم المحليات تقوم والدنيا تقوم، ولازم نكون في اصلاحات. لازم هم في يعني كده انذار في اسكندريه، المفروض الانذار ده احنا خدنا بيه ان احنا نعمل بقى بيه دلوقتي، نشتغل فيه من دلوقتي.